اهلا بكم اعزائي المستمعين، عدنا من جديد معكم مهدي دلال من ايرانيان سيرجري. عندما تحتاج لزراعه الشعر او شفط الدهون او شد الوجه او انواع مختلفه من عمليات التجميل، اي دوله تخطر في بالك؟ اكيد ايران هي احد هذه الدول، وخاصه مدينه شيراز. تعرف السبب؟ الاطباء محترفون، الاسعار معقوله بالنسبه للخدمات اللي تحصل عليها، وطبعا وجود معالم سياحية في كل منطقة من إيران لها تأثير كبير على هذا الشيء. كل هذه المحاسن وبعدك متردد؟ تواصل فورا مع إيرانيان سيرجري لتوفر لك كل هذه الخدمات بأسرع وقت.